في هذا اليوم اللي هو يصادف اليوم العالمي للمتاحف، قام متحف القصبة الثقافة المتوسطية في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها المؤسسة الوطنية للمتاحف بتنظيم هذا المعرض ديال جوج المصورين اللي هما عندهم واحد التجربة كبيرة في الصورة الفوتوغرافية، منهم منير الفاطمي. منير الفاطمي اللي هو واحد الشاب اللي هو درس الفنون الجميلة في الدار البيضاء ودرسها في روما ودرسها في فرنسا، ولكن اللي مهم هو انه الزياده ديالو كانت في طنجه وكانت عنده واحد العلاقه خاصه بمدينه طنجه، بما في انه كان كيستغل جميع يعني الحياه اليوميه، مظاهر الحياه اليوميه في طنجه والتجليات ديالها ولاميتاسيون ديال مدينه طنجه عن طريق استعمال مجموعه من الادوات الجديده في الصوره الفوتوغرافيه. والفنان الثاني الذي نقوم بعرضه اليوم هو غيوم دوشارد. غيوم دوشارد اللي هو حتى هو فنان وكاتب اللي نشر مجموعه تقريبا 15 كتاب عن الصوره الفوتوغرافيه، واللي مهم هو انه هاد جوج الفنانين تاثروا مجموعه من الفنانه اللي جاوا هنا لطنجه وتلاقاو به مثل جون جوني مثلا على سبيل الذكر، ومن خلال يعني الصورة الشعرية يقومون بتأليف مجموعة من المواضيع اللي هي كتعلق يعني بالحياة اليومية ديال مدينة طنجة، منها الأسواق القديمة، منها يعني السين كوتيديان اللي كيشوفوها من خلالها الناس. ولذلك فإنه هذا المعرض هو تجسيد لهذا الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، واحتفال كذلك بهذه المدينة بالتنوع ديالها بالخصوصية ديالها وبغناها الثقافي، لأنه لا يجب أن ننسى أنها كانت دائما قبلة لمجموعة من الفنانين على الصعيد العالمي. Cette exposition, c'est une exposition commune de Monir Fatmi, de moi-même. Je suis Guillaume de Sardes, je suis écrivain photographe. Et c'est une exposition qu'on a faite en hommage à la ville de Tanger et en hommage à son histoire littéraire et artistique. Je pense que les gens qui la visiteront retrouveront un sentiment de nostalgie qui passe à travers nos images. C'est une manière de rendre hommage à cette ville et à sa mémoire, notamment à travers un prisme artistique. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'écrivain Jean Genet. Mounir, lui, a beaucoup pensé à Paul Bowles en faisant cette exposition. Donc c'est quelque chose qui est à la fois entre la littérature et la photographie. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.